أثر الذنوب على الفرد والمجتمع وإزاي ممكن أتوب لو أنا لسه ربنا ما منش عليا بالتوبة ومن بعض المعاصي اللي بعملها؟ كان هو ده اختيار الدكتور يحيى عبد المعين لعنوان فقرتنا النهاردة. خلوني على طول أجري ورحب بالدكتور يحيى عبد المعين من علماء الأزهر الشريف. برحب بيك يا دكتور ومنورنا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. الله يكرم، جزاكم الله خير، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. اخترت لنا عنوان النهاردة، يعني مين مننا كلنا محتاجين بلا ذنوب، ومين مننا مش محتاج أنه يقرب أكتر لربنا. أعتقد عنوان محتاج وصف كده لكل المشاهدين دلوقتي من حضرتك بما أنك اخترتهن. يعني القرب من الله عز وجل، رفع الغضب عن الأمة جميعا، وبفضل يعني التوبة يتنزل النصر. الله. نعم. يعني هناك ربط ما بين أمور حياتك والنصر، وأن كل أنت تكون دايما أمورك ماشية كويسة بعيد عن ذنوب ومعاصي. كل حاجة مرتبطة بالذنوب والمعاصي. آه إن شاء الله. طب قول لي يا دكتور، لو هو دلوقتي عارف جواه ان هو لسه بيعمل ذنوب، اتحدث يعني عن الانسان، ونفسه يتوب بس لسه برضه مش واخد القرار قوي. طيب. ودول اكيد موجودين بس جواه طيب. نقول له ايه؟ نعمله ازاي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اولا يعني شكرا لحضرتك على الدعوه الكريمه، جزاكم الله خيرا، وادعو الله عز وجل ان نكون ضيفا خفيفا على اسماء المشاهدين جميعا يا رب. قضيه الذنوب والمعاصي هي التي تبعد عنا رحمه الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، للأمة كلها جمعاء. فبسبب الذنوب والمعاصي يمسك الله عنا الخير هذه للأمة. وكذلك أيضا يقول الله عز وجل في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما عذاب ربنا بينزل على الجميع، على من ظلم وأيد وكذا وكذا، ومن فعل وارتكب ومن سكت، كل ينزل على الجميع. بالنسبة للفرد، الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك يملأ صدره، تلاقي الدنيا كلها متقفلة في وشه، مفيش حاجة ماشية معاه، مفيش حاجة سالكة بمصطلح الشباب. علاقته بوالديه علاقة تعبانة، علاقته بإخواته، علاقته بزوجته، بأبنائه، بكل حاجة تلاقيها متقفلة في وشه. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى تخلى عنه. وأكبر عقاب من المولى سبحانه وتعالى أستاذنا أن يتخلى الله عز وجل عنا، أن يتركنا لأنفسنا وإلى الشيطان الرجيم. وبالتالي تخلي ربنا عنا بيكون بسبب إيه؟ بسبب المعاصي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. لما يرتكب ذنب ومعصية، سبحانه وتعالى يخبرنا صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيحدث بعد الذنب وبعد المعصية: نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر سقل قلبه، أي تطهر قلبه، وإن عاد للذنب مرة أخرى وللمعصية مرة أخرى، وإن عاد زيد فيها، وذلك هو الران. ثم تلا قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يطبع الله عز وجل على قلوب العباد التي تعمل بمعاصي الله عز وجل، فلا تنفع معها المعاصي، ولا ينفع معها الذكر، ولا ينفع معها القرآن، ولا أي شيء. طب في من أنواع النفوس برضو، يعني وده من ضمن الناس اللي بلهولنا وبنقابلهم يعني وبعتولنا على الصفحة، إنه بيعمل ذنب، ربنا رب يحفظ الجميع، ويرجع يلوم نفسه، لأن نفس اللوامة بقى. نعم. إن أنا زعلان إن أنا عملت كده، فبلوم نفسي، يعني مش متمادي في خطأي وفي ذنوبي، بدليل إن أنا بقعد مع نفسي تاني وبزعل. نعم. فدول برضو بيبقى الجزئية دي، يعني هو النفس عموما أربع درجات. أول حاجة النفس المطمئنة، قال الله عز وجل عنها في القرآن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهي أعلى درجات الإيه؟ النفس، وهي نفس المؤمنين والأنبياء والصالحين. النفس الثانية وهي النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على ارتكاب الذنب، وهي نفس عظيمة أقسم الله عز وجل بها عندما قال في القرآن الكريم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام. هذه النفس تلوم الإنسان المذنب عندما يقع في المعصية: أنا ليه عملت كده؟ ما كانش ينفع صح كده، ما كانش كده، أغضب الله عز وجل، ويبدأ تلومه عشان يرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى، لأن احنا في الأصل كل ابن آدم خطاء، يعني وخير الخطائين من التوابون. يعني كلنا ذو خطأ وكلنا نذنب، لكن الاستمرار في الذنب والاستمرار في المعصية هذا ما يبعد الله عز وجل عنا. لكن تفضل فندم. اتفضل. طب انا عاوز برضو يعني عشان حابب النهاردة دايما اخد من كلامك ووصلك مع الناس من خلال بقى اعمال الخير اللي بنشوفها. عمل الخير ومساهمتك في الخير
جزء من كل او يعد من ضمن الاسباب ان انت تبعد عن المعاصي وتتقرب لربنا باعمال الخير. انا بقول صح يا فندم؟ نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ان الله اذا احب عبدا استعمله. ايوه. تخيل بقى لما توصل لمرحله الاول، انا اصلا انا بالذنوب والمعاصي ربنا غضبان علي، فلما تخلى عن الذنوب والمعاصي واقبل على الله واصل لمرحله ان الله عز وجل يحبني، يبدا الله عز وجل في استعمالي في الخير. إن الله إذا أحب عبدا إيه استعمله، يهيئ له إيه، يهيئ له بقى أسباب الخير والقرب من الناس وفعل الخير للناس، ويكون من أفضل الناس عندما يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس من يا رسول الله أنفعهم. خير الناس أنفعهم للناس. معنا منهم بقى دول مع سقيا الماء في التقرير. نعم. طب ما يلا نشوف أول تقرير اللي فيهم الفئة اللي بيقول عليها الدكتور يحيى، ونرجع نكمل تاني حلقتنا النهاردة مع الدكتور يحيى عبد المنعم. إخواتنا وأهالينا في غزة محتاجين دعمنا ومساعدتنا ليهم ووقوفنا جنبهم في الوقت اللي هم بيضحوا فيه بأرواحهم وبيوتهم وعائلاتهم عشان فلسطين. إحنا محتاجين نكون جنبهم وندعمهم. شارك مع مؤسسة سقيا الماء في قافلة الطعام والمياه والمساعدات الطبية وكمان البطاطين عشان نحميهم من الشتاء والبرد الشديد في المخيمات. ساهم وشارك مع مؤسسة سقيا الماء للتنمية. قلت لكم شفتوا معايا النهارده ان هنختم معاكم من خلال مبادره اهالينا اللي قامت بيها مؤسسه سقيا الماء من فتره، واعلنا عنها اكتر من مره من خلال برامجنا المختلفه، وقلت لكم ان دايما المصداقيه والدعم فعل وليس فقط بالكلام. كل الناس ودت قوافل منهم سقيا الماء لمساعدات اهالينا في غزه، ولكن كانت الفكره البناءه المختلفه من خلال مبادره مؤسسه سقيا الماء والسيده الفاضله ميرفت عبده رئيس مجلس الامناء لما اطلقت مبادره اهالينا لدعم اهالينا في غزه كمان بزراعه نخيل واشجار، وقف ودعم لاهالينا في غزه من دلوقتي ولغايه 100 سنه، يعني ليس فقط مرتبطه بالاحداث الراهنه من تقديم مساعدات اللي بتقوم بيها المؤسسه بالفعل. النهارده شايفين معايا كل مسؤولين واعضاء مؤسسه سقيا الماء والساده العلماء والمشايخ الافاضل اللي جم في اجواء صعبه جدا، عنوانها الوحيد فعل الخير ودعم كل الناس وتحديدا اهالينا في غزه من خلال زرع العديد من فسائل النخل النهارده والاشجار. طيب، هي فعلا مبادره اهالينا احنا اطلقناها من فتره كبيره جدا، بس احنا النهارده هي ليها طابع خاص عشان نكون موجودين الحمد لله مع اهالينا في غزه. هنطلق المبادره النهارده، فاحنا من النهارده مستعدين لدعم حضراتكم كمان، وزي ما دايما بنعمل مع بعض ان احنا بنحط ايدينا في ايد بعض عشان نوصل كل المساعدات. الاول كنا بنقول الوصلات والنخيل والابار، النهارده احنا بنقول عايزين نروح مع بعض. لو حضرتك مش قادر تروح لغزه فاحنا هنكون دليل حضرتك وهنكون العون ليك ان احنا نروح هناك ونطمنك، وان انت قدرت تكون ولو بجزء بسيط بنحاول ندعم اهالينا هناك. المبادره عندنا هتكون قايمه على حاجتين اساسيتين، هي الميه، وهي عندنا اول حاجه الميه دي هتكون عباره عن سهم ب 1000 جنيه 10 كراتين ميه، او ب 500 جنيه تقدر تجيب بطاطين، لان احنا داخلين على الشتاء والشتاء هيبقى صعب عليهم جدا، في حين هم ما عندهمش ولا بيوت ولا اي حاجه، فدي اقل حاجه ممكن نعملها مع هنا في مؤسسه سقيا الماء ومبادره اهالينا لدعم اهالينا في غزه. انت كمان تقدر تشارك، التليفونات موجوده قدام حضرتك، اتصل دلوقتي وشارك باللي تقدر عليه. ده ان دل فانما يدل على الدور الذي تقوم به مؤسسه سقيا الماء داخل مصر وخارج مصر، وده واجب وطني وده واجب شرعي. وما ننساش لما سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عن مصر وعن المصريين: مصر أكرم الأعاجم وأسمحهم يدا وأفضلهم عنصرة. فاللي بتعمله مؤسسة سقيا الماء مع إخواتنا ومع أهالينا في غزة بيثبت المقولة دي، إن إحنا شعب كريم وإن إحنا شعب يحب الخير لنفسه وكمان لغيره. هكذا تؤصل مؤسسة سقيا الماء لهذه القاعدة ولهذه الآية بإطلاقها لهذه المبادرة وبزراعة النخيل وبمساهماتكم جميعا. تواصلوا مع مؤسسة سقيا الماء حتى يصل الخير إلى أهلنا في غزة. يتبقى تنويه ان المؤسسة يا جماعة مش بتزرع فقط فسيلة النخل، زي ما انتم شايفين عندنا نخلة الخير شهداء غزة رقم واحد مؤسسة سقيا الماء، وكمان عندنا غصن الخير شهداء غزة رقم واحد. يعني ده معناه ان احنا هيبقى فيه نوعين من الزرع اللي يقعد لعشرات السنين لدعم اهلنا في غزة من خلال سقيا الماء وتواصل حضراتكم. بسم الله، اول نخلة لشهداء غزة ودعم حقيقي ممتد لأهالينا في غزة من خلال سقيا الماء. نقول بسم الله.
مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. دكتور يحيى، في ناس ممكن تقول لك أنا ليه رزقي ضيق؟ أنا ليه الأمور مش ماشية معايا بشكل كويس؟ والله ده أنا كويس جدا وأعملش حاجات غلط، بس مش ماشية معايا الأمور. وربما يكون هو في صغائر ذنوب أو العكس بيبقى بيعيشها ومش قادر يشوف الموقف. هل هناك ربط ما بين الذنوب والرزق؟ نعم. يعني سبحانه وتعالى، الله عز وجل عندما يغضب على إنسان يتخلى عنه ويمنع عنه الخير. بمعنى حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم الرزق ربنا سبحانه وتعالى. والرزق عموما ما هوش فلوس وخلاص، رزق توفيق لعمل خير، صحبة صالحة، حاجة في حياتنا رزق، زوجة صالحة، ولد صالح، وقت في طاعة الله، كل هذا رزق. فعندما تتخلى، يعني يتخلى الله عنا فيتركنا إلى أنفسنا وإلى الشيطان الرجيم، وكما قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. المعاصي كأنها حاجز بينك وبين ربنا، تمنع صعود حتى أي عمل لله سبحانه وتعالى. لابد بداية أن نتوب عن هذا الذنب، ثم نقول يا رب. سيدنا عمر بيوصي الجيش بيقول لهم إنكم لن تنصروا بكثرة عدتكم وعتادكم، ولكن تنصروا بطاعتكم لله عز وجل وبذنوب أعدائكم. بسبب ذنوب أعدائكم ربنا بينصركم عليهم. فالذنوب والمعاصي بتحرم الإنسان من رزق كبير جدا جدا. وزي ما قلنا في أول الحلقة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى والإقبال على الله، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب شروط التوبة بقى، لو أنا دلوقتي خلاص أنا أدركت أن أنا عاوز أفتح صفحة جديدة مع ربنا وعاوز أقرب منه، وأنا عرفت أن أنا المعاصي دي بتوقف لي في رزقي وبتعمل لي مشاكل والأمور مش بتبقى ماشية معايا كويس حتى في أمور الدنيوية، ما بالك بقى في أمور الآخر، يعني ربنا يحفظ الجميع. وعاوز ياخد خطوات لتوبة نصوحة عشان يبقى بيبعد بيها عن صغائر الذنوب، في مثلا أمور معينة يبدأ يعملها، مثلا يواظب على الصلاة، يبقى بيعمل نوافل كتير، ما شبه من هذه الأمور. يعني هو كل واحد فينا عارف، يعلم عن نفسه ما لا يعلمه أحد عنه إلا الله. أنا عارف احنا عندنا دلوقتي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة التواصل الاجتماعي يا أستاذنا. الناس طول الليل، الشباب ربنا يهديهم، سهران على التواصل الاجتماعي عشان يوقع فلانة، ولا يفرق بينه وبين جوزها، ولا يعني يقلب، ولا يتعرف على فلانة، ولا الجانب السلبي منها ده. ده حاجات كتيرة جدا طبعا. بص تلاقي لو ربنا رفع عنا يعني ستاره ورفع ستره عنا، شوف ايه اللي هيجرى لنا. وبالتالي احنا واقعين في معاصي كبيره جدا جدا وفي غضب ربنا، ومحتاجين بقى نخبط على ربنا نرجع له، محتاجين رحمات ربنا تنزل. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وبالتالي انا محتاج ارجع. هل انا لما ارجع في حاجز بيني وبين الرجوع؟ لا، مفيش حاجز. ربنا الله عز وجل يقول في القران قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. في قصه الرجل الذي قتل 100 نفس، وربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد قال يخرج من البلده، قصه طويله جدا عشان وقت البرنامج. لكن الشاهد مفيش حاجه تمنع عنك التوبه، مفيش حاجة تمنع عنك انك تخبط على باب ربنا وتقول يا رب، زي ما قال ابونا ادم وامنا حواء، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن اولا ان انا اعمل ذنب، انا الذنب ده لازم اخلع عنه، ما ينفعش ادعي ربنا انه يتوب عليا وانا مش كفايه بالنيه، اقول ان هو يتوب، لا خد النيه وجدها وابدا بقى فعلا. لازم تقلع عنه. يعني انا بشرب خمره، وبعض الناس اللي بيتساهلوا لك ده انا خدت بق واحد، انا خدت شويه صغيرين، ده انا خدت كذا، يعني ده تلاقيه لا، ابدا ابعد عنها خالص، ابعد عن اي معصيه. هذه هي المعصيه، نبتعد عن هذه المعصيه اولا، نقلع عنها، ثم الايه؟ الندم. ان انا تندم على ايه؟ تلوم نفسك بقى، لنفس اللي هم اللي هنتكلم عنه، انك تندم على كل اللي انت عملته، كل الذنوب اللي انت عملتها تندم عليها، كمان تعزم بقى على عدم العودة الى هذه الذنوب والمعاصي. وحتما لو عملت كده هتلاقي مدد من ربنا، لانه شايف ومطلع هيساعدك. نعم صحيح. شوف احنا سيدنا انس بن مالك بيقول انكم تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. ساعات الواحد يستسهل، يعني يبص للناس اللي بتعمل فواحش يقول لك يا عم انت جاي عليا انا مثلا، ده شوف فلان وفلان بيعمل كذا، ده شوف الدنيا، ده الناس بيعملوا اكتر مني. يا عم واحد بيشرب سجاير مثلا والسجاير حرام، يقول لك يا عم شوف الناس اللي بتشرب مخدرات، شوف الناس اللي بتشرب كذا وكذا، شوف الناس اللي بتشرب ميه وما الى وانواع المياه اللي احنا عارفينها يعني اللي بيسكروا. فلا، الاصرار على الصغيره باي كبيره. فسيدنا انس يقول انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي من الموبقات. من الايه؟ الموبقات. سيدنا المؤمن دائما وابدا كما قال السلف
ينظر إلى المعصية على أنها جبل يخاف أن يقع فوقه، والمنافق يراها كأنها ذباب مر أمامه فأطاره بيده. وتقييم حجمه وعظم الذنب بيفرق من مرحلة للتانية بين عبد وآخر؟ أنا يعني ممكن شايف حاجة صغيرة أو مجرد ذنب أنت شايفها شيء عظيم، ده ليه علاقة بدرجة إيمانك يا دكتور؟ يعني طبعا إحنا كلنا أصحاب ذنوب، لو لم تذنبونا فتستغفرون الله عز وجل فأخذكم الله عز وجل وأتى بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فزي ما قلنا كل ابن آدم خطأ، لكن الإصرار على الذنب الصغير اللي أنت شايفه من وجهة نظرك صغيرة، لكن الإصرار عليه والمداومة عليه ده إيه بيوصله لمرحلة الكبائر. طب أنا دلوقتي عايز أتوب، هل ربنا قافل زي ما قلنا الباب؟ لا. شوف حبيبنا النبي بيصور فرحة ربنا بتوبة العبد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه وهو غني عن عباده سبحانه وتعالى المتفضل علينا. يعني انا عايز اقول ان ربنا يا استاذنا انعم علينا بنعم كثيرة جدا جدا جدا، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوا. تخيل ان هذا الكون وما فيه مسخر لخدمة الانسان، كل ما في الكون خلقت الاشياء كلها من اجلك، يعني كل ما في هذا الكون مسخر لخدمه الانسان. طب كنت بتقول لي فرحه ربنا بقى عشان مش عايز انا هاجي فانا قصدي اقول ان كل ما في هذا الكون مسخر لخدمه الانسان او خدمه المسلم، ويجي يعصي ربنا سبحانه وتعالى، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ شوف بعد ما اذنب ووقع في الذنب ووقع في المعصيه وعايز يرجع لربنا ويخبط على بابه، ربنا حبيبنا النبي يقول ايه؟ الله اشد فرحا. هل الله يفرح؟ نعم. يفرح بايه؟ لما ترجع انت وتخبط على وتقول له يا رب لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا أرض صحراء كده زي التقرير اللي كان في وادي النطرون ده، أرض بعيدة جدا ولو هو يعني مفيش فيها أي حاجة، لا مواصلات ولا زرع ولا ما، بأرض فلات فانفلتت منه الدابة وعليها طعامه وشرابه. واحد مسافر لرحلة ومعاه الدابة بتاعته عليها الأكل والشرب وكل ما حاجته كل متعلقاته، فانفلتت منه هذه الدابة. وفقدان الدابة هنا مش فقدان دابة وخلاص، ده فقدان حياة بالنسبة له، لأنه ليه عليها الأكل والشرب وكمان هي اللي توصله لبر الأمان زي ما بيقولوا. فلما انفلت منه هذه الدابة فأخذ يبحث عنها يمينا وشمالا فأيس منها، لما لا خلاص، فأتى شجرة فضجع في ظلها، جه عند شجرة وقعد تحتها وانتظر الموت لانه خلاص هيروح فين؟ لا هيمشي الناحيه دي، هيمشي كده، هيمشي كده، مش هيوصل، وبالتالي هيموت في الطريق. فاتى شجره فضجع في ظل هذه الشجره، فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمه عنده، في لحظه بص لقى الدبه قدام منه، فاخذ بلجامها وقال اللهم انت عبدي وانا ربك. المفروض يقول ايه؟ اللهم انت ربي وانا عبد. هو من فرحته، عوده الروح بالنسبه له، عوده حياه بالنسبه له، فيقول اللهم انت، المفروض اللهم انت ربي، اخطا من شده الفرح. شوف فرحه هذا الرجل بعوده روحه ليه؟ الله يفرح فرحا شديدا اكثر من هذا العبد الذي عادت اليه روحه لما عبده يخبط على بابه. طب ما تيجي نشوف كمان ناس بتفرح وسقيا الماء لما بتروح تفرحها وتوصل لها وصلات ميه او اعمال خير متنوعه، ونشوفهم في تقرير مهم ونرجع نكمل تاني مع الدكتور يحيى. الكلام الطيب لسه ما خلص. الانسان منا غريب، ربنا رزقه بنعم كتيره جدا ولا عمره بيحس بيها الا لما يفقد نعمه من هذه النعم. انت جعان هتقوم تاكل، عايز تشرب تفتح الحنفية وهتشرب، بس انت متعرفش ان في ناس كتير من اهالينا وفي بلدنا لما المية بتوصل لهم او لما المية بتجيلهم ده يعتبر نوع من انواع الرفاهية، شيء هم مش معتادين عليه. الناس دول هم مسؤوليتنا، مسؤوليتنا كلنا ان احنا نقدر نوصل لهم المية في المكان اللي هم فيه، ومش بس توصل المية لغاية البيت، لا توصل لجوه البيت. وانا بعد ما نزلت مع جماعتكم سقيا الماء وشفت مشروعاتهم وشفت كل اللي هم بيعملوه ان هم يوفروا حياة كريمة زي ما الدولة بتقول ويوصلوا المية لأهل البيت ويستروا أهالينا جوا بيوتهم، أنا بدعم جمعية سقيا الماء. وكل واحد فيكم فكر في غيره وعايز يساعده وعايز يوصل له المية جوا البيت، ادعم جمعية سقيا الماء وساعد. وأيا كان المساعدة ديت حتى لو كانت مساعدة بسيطة من وجهة نظرك، فكر كده في الآخر خالص هتخلي أم من أمهاتنا أو أب من أبائنا جوا البيت بيشرب ومستور ومتوفر له حياة كريمة. مين قال ان مفيش ميه؟ الميه موجوده لكن محبوسه في خيالهم. الصحراء والجبل شربوها بالكامل، خلوا الناس هنا تمشي تجري وتجري تصحى وتنام، ملهاش غير هم واحد يشربوها
سقف أحلام الأطفال هنا وقف، زي ما سقف البيوت وقف عند حلم واحد بس. إزاي أبطل أمشي بالخمسة والستة كيلو عشان بقي مية؟ وإزاي أوفر تلات أو أربع ساعات من يومي عشان بقي مية؟ الناس هنا عايشة وراضية، لكن حياتهم فيها جزء كبير ناقص. جايز لما يبطلوا يشربوا مية مالحة، جايز لما يحتاجوا يشربوا مية كل اللي عليهم يعملوه هو إنهم يفتحوا الحنفية مش أكتر. ومشاركهم في الهم الكبير ده. يقدروا ينقصوا، يقدروا يفرحوا، يقدروا يغلبوا الجفاف والجبل والصحراء. للخير سباقين ولنا داعمين. دكتور يحيى، شفت معايا التقرير، واعتقد الناس اللي كانوا في فتره من فترات بيستصعبوا ان حد يقدر يوصل لهم ويساعدهم، زي ما شفنا في 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 ابعد النقاط في محافظه مطروح، زي ما شفنا في التقرير، تغيير جزء من شخصيه الانسان اللي هو بيرتكب ذنوب ومعاصي لو قرر ان هو يتواصل مع المؤسسه ويساعد ويروح للناس دول بنفسه زي ما بيحصل كده، هل دي برضه من ضمن تغيير اتجاهاته ان انا لا بعمل خير وبشارك فيه؟ واكيد ده هيعود لي برضه في ان انا ابقى بسيب الذنوب وبقرب من ربنا وكمان بساعد ناس غيري، مساعدتي فارقه جدا معاهم. نعم، هو طبيعي ان الانسان اللي عايز يقلع عن الذنب وعايز يقبل على الله عز وجل، زي ما قلنا ان الله اذا احب عبدا استعمله، استعمله في فعل الخير، وهذا باب من ابواب الخير. وزي ما سقيا الماء عامله مبادره لمساعده اخواننا في غزه، ان حضرتك نعم مبادره اهالينا انك تكون في مساعده اخوانك، فده ربنا بيستفيك لهذا العمل، دليل ان ربنا راضي عنك ودليل على قبول هذا العمل. ممكن ربنا سبحانه وتعالى انت بترتكب ذنوب وبعيد عن ربنا، فربنا ما يوفقكش لايه؟ لفعل الخير. فلما ربنا يوفقك انك تعمل عمل خير زي غرس الشجر او زي حفر بير او زي الحاجات دي كلها، فده علامات قبول عملك وعملك كرم من ربنا عليك، عملك رضا العبد، رضا الله على العبد. فسبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما قلنا منتظرنا، بس محتاج نخبط على بابه. يعني اوحى الله عز وجل الى داود عليه السلام فقال: يا داود انين المذنبين احب الي من صراخ العابدين. يا داود لو يعلم المدبرون عني، الناس اللي سابينا وماشيين، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ شوف ربنا بيعمل ايه، اللي هو ماشي وبعيد عن ربنا وغرقان في ذنوب والمعاصي، ربنا مستنيه عشان يفرح بيه، فازاي بقى هيعمل او كيف حاله مع الايه؟ مع المقبل علي اللي هو عايز يتوب. فلما هتتوب وتقلع عن الذنوب والمعاصي ربنا هيوفقك انه يستعملك في الخير، انك تكون في قافله زي مساعده اهل غزه، انك تزرع شجره يكون لك بها صدقه، زي ما قال حبيب النبي: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا او زرعا فياكل منه طير او انسان او بهينه او بهيمه الا كان له به صدقه. يعني هذه اعمال خير يوفقك الله عز وجل لها، لانك اصطلحت مع الله، لانك عدت الى الله عز وجل. اما ان تصر على المعصيه فلن يوفقك الله عز وجل ولن يقبل الله عز وجل منك العمل. كل ما تقوم به من عمل وانت على معصيه الله وانت تغضب الله لا يقبل الله عز وجل منك هذا العمل. يعني الناس اللي يقول لك ده انا قلب ابيض ونضيف بس مثلا ما بيصليش، بس والله انا طيب ما باذيش حد. ربك رب قلوب. في ناس في وسطنا كده. ربك رب قلوب. مفيش عندنا في الاسلام. كلمنا الناس دي يا دكتور. لا الناس اللي ده كلام مصاطب. الناس اللي قاعده تقول لك ربك رب قلوب ويا عم والله ده انا بنام ومش، لا مفيش الكلام ده، احنا عندنا اسلام بتاخد كل جوانبه. حبيبنا النبي يقول ايه؟ انما الله عز وجل يقول في القران: انما يتقبل الله من المتقين. انما يتقبل الله ايه؟ من المتقين. عشان اوصل لمرحله ان انا انسان تقي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين. أهو أنا عايز ربنا يقبل مرتبة مرتفعة طبعًا. المحسنين ومتقين اللي عشان ربنا يقبل عملك. لا أنت حضرتك بتعمل أي عمل بتعمله. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة؟ طب هل أنا لو قلتها دلوقتي ربنا هيقبلها مني؟ لو أنا إنسان على تقوى من الله عز وجل يقبلها منك. لكن أنا بعيد عن ربنا وأقول لا إله، لو قعدت تقول للصبح ما فيش الكلام ده. لازم الأول التخلية، تتخلى عن كل ذنب وكل فعل يغضب الله عز وجل عنك. فشوف حبيب النبي أنت عايز تشوف مقياس بقى، أنا إنسان كويس ولا مش كويس؟ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. بمعنى أن مجرد أن يقول لك الشيء ده فيه شبهة حرام ما يجدلش بقى يقول لك هات لي النهاردة. لما تقول لحد السجاير حرام يقول لك هات لي من القرآن أن السجاير حرام، أن التدخين حرام، يجادل معاك. طب يا أخي تقول له ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، السجاير طيبات ولا خبائث؟ يقول لك خبائث. طب ما القرآن أهو قال في آيات كثيرة جدا أشهد في الأمر، يجادل ويماطل عشان إيه؟ عشان خاطر هو ربك مطلع على اللي في قلبه بقى الكبر يعني بقى. فأنت لما تصل إلى درجة التقوى، التقوى يقبل الله عز وجل منك القليل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ودايما ما فيش اجتهاد في نص قرآني أو في حديث شريف، الموضوع بيبقى محسوم مش محتاج جدل يعني. طب ما يلا نشوف تقرير ثالث كمان في أعمال الخير مع سقيا الماء ونرجع نكمل تاني مع الدكتور يحيى. من خلال هذا الغيث الذي نحن فيه أغاثنا الله بالمطر ليتم علينا نعمته، فجمعنا بين ذرع النخيل ونعمة الله علينا أن كان فيه سقيا. من خلال مؤسسة سقيا الماء فسقانا الله بهذا الغيث لنسعد ونسقي هذا الزرع الذي في حاجة ماسة إلى هذا الغيث. ومن خلال هذا الأمر ندعو أهل الخير للمشاركة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن بالنخلة دليل على أنه لا ينقطع أثره، لأن النخلة لا ينقطع خيرها ولا ينقطع أثرها وهي في دوام دائما إلى يوم القيامة. رحنا زرعنا النخل وقاموا معنا بكل واجب وكل احترام وأحسن الناس. بوجه رسالتي لكل أحبابنا إن هم تبرعوا في سوق الماء عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى هيجازيهم احسن الجزاء. انا جيت النهارده عشان ازرع النخله، جوزي عاملها لنا والوالدته الله يرحمها ولاولادنا. انا هنا بكلمكم كمستشار قانوني للمؤسسه، بطمن الناس ان المؤسسه ماشيه بخطوات ثابته. احنا الحمد لله تم توفيق اوضاعنا طبقا للقانون الاخير، تم هيكلة المؤسسة بشكل إداري جديد، بقى عندنا مدير تنفيذي، بقى عندنا مدير مالي، بقى عندنا مجموعة من الإداريين المهمين جدا. على أساس ده بيطمن حضرتك إن كل تبرعاتك وصدقاتك موجودة في مكانها الصحيح. النهاردة مشاركة الناس هي دليل نجاح، إن الناس استجابت وجات وقطعت مسافة كبيرة وموجودة هنا على أرض الواقع في قرية مؤسسة سقيا الماء. جيت لمؤسسة سقيا الماء عشان أزرع نخلة على روح أمي وعلى روح أخويا. كل ده بنشكر فيه مؤسسة سقيا الماء على الخدمات اللي بتقدمها. مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان. دكتور يحيى، شفت معايا التقرير في رسالة وكلمات واضحة ومباشرة من حضرتك كده لكل مشاهدينك واللي متابعيننا دلوقتي وبيشوفوا الدكتور يحيى عبد المعين، في روشتة وكلمات تقولها لهم لها علاقة بالإقلاع عن الذنوب والتقرب إلى ربنا وفي نفس الوقت عمل الخير المستمر، وربنا بقى يبقى إيه إن شاء الله يلطف فيهم كده، هتقول لهم إيه؟ هنقول لكل الناس وأنا معاهم كفاية ذنوب تعالوا انتوا الله، عشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا نصره وينزل علينا كرمه. الله عز وجل يقول في القرآن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا.
التثبيت والنصر يأتي لمن؟ يأتي للمؤمنين الموحدين، فثبتوا الذين أمنوا. لابد أن يوجد المؤمنين في الأرض حتى يتنزل عليهم النصر من عند الله عز وجل. وقد رأينا القصص كثيرة، الرجل الذي كان يعصي الله في بني إسرائيل وأمسك الله عز وجل الخير عنه والمطر بسبب أنه كان يعصي الله عز وجل. فالله عز وجل يعني في مرات كثيرة يعاقب الله عز وجل الأمة بسبب ربما أكون أنا أمنع نصر الله عز وجل بسبب أننا أقيم على المعصية وأقيم على الذنب. فكلنا محتاجين عودة لله عز وجل. حد أطلق مبادرة جميلة، كفاية ذنوب عشان ربنا ينصر أخواننا في غزة، ما تيجي نعملها ونتوب كلنا توبة نصوحة لله من النهاردة، نتوب كلنا توبة نصوحة لله رب العالمين من أجل نصر إخواننا في غزة، أن ربنا ينصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. فدعوة لكل أهل الأرض جميعا، كل اللي بيسمعونا تعالوا نتوب توبة نصوحة لله رب العالمين، عسى أن ينزل الله عز وجل نصره على إخواننا. نسأل الله أن يتقبل منا وأن ينصرهم على أعدائهم يا رب، وأن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر ومن عاونهم يا رب العالمين. يعني كلام الطيب محدش يختلف عليه. في نهاية حلقتنا بشكر جدا جدا الدكتور يحيى عبد المعين من علماء الأزهر الشريف، بشكرك جدا يا دكتور، ربنا ينفعك باللي نفعتنا بيه ويعزك ويحفظك. الله يحفظك. خلصت حلقتنا لكن ما خلصتش مواضيعنا، أشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية.